السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم محاضرتنا السابعة من علم الأعصاب. اليوم نحن مبلشين بالسلايد اللي هو 114، مرض القرص القطني أو الفتق. تمام، سلايد إذا مبلشين سلايد 114. ما هو مرض القرص القطني؟ أول شيء يتكون العمود الفقري من 33 فقرة، إحنا أخذناه وقت حكينا عن تشريح عمود فقري، إحنا نرجع نعيده. بينهما أقراص، بين هاي الفقرات يوجد أقراص إسفنجية مثل ما شايفين في السلايد اللي هو 114، وهلأ هنرجع نوجه الكاميرا عليه. إذن هاي هي القارات اللي هي باللون الأبيض، بينها الأقراص الفقرية اللي هي باللون الأزرق. إذا بيتكون من 33 فقرة بيناتهم موجودة أقراص فقرية. بينقسم لأربع مناطق، هذا العمود الفقري بينقسم لأربع مناطق. المنطقة العنقية هي مكون من أو منطقة الفقرات العنقية اللي هنا 7 فقرات بالضبط. تمام، 7 فقرات، فقرات قطنية. في عنا الفقرات العمود الفقري الصدري اللي هو 12 فقرة. في عنا فقرات القطني إذا الرقبية 7، الصدرية فقرات الصدرية هي 12، هي عن منطقة الصدر طبعا، والصدر والظهر اللي هي منطقة واحدة، واحدة من أمام واحدة من خلف. المنطقة القطنية أو العمود الفقري القطني اللي هو مؤلف من 5 واللي هي موجودة تحت أسفل 5 فقرات. وفي عنا العمود الفقري العجزي اللي هو أدنى شيء. تمام، مكون من 5 فقرات. وهون هذا العصعص اللي هو الفقرات الملتحمة مع بعضها البعض. بنشوف بالصفحة سلايد 116، سلايد 116 هو سلايد مهم باللغة الإنجليزية. سلايد 116 باللغة الإنجليزية مهم. تمام، سلايد 116 اللي هلأ في 20 فقرات، عم نحكي الفقرات الرقبية، الفقرات الظهرية، الفقرات القطنية والفقرات العصعصية. هذا السلايد مثل ما هو موجود بالملف باللغة الإنجليزية مهم. تسميات باللغة الإنجليزية حصرا. تمام، شو هو انتفاخ القرص؟ نحن عم نحكي عن مرض انتفاخ القرص. انتفاخ القرص مع التقدم بالعمر، هذا القرص اللي هو بين الفقرات، تمام، بيفقد السوائل الموجودة جواته، بيصير معرض للجفاف. تمام، يصبح هذا القرص غير هو يعني شرطه هو امتصاص الصدمات. لما بيفقد السوائل بيصير غير قادر على امتصاص الصدمات فبينضغط. تمام، هذا بيؤدي انه الفقرة الموجودة فوق تنهار، ما بيعود فيه هون، بينضغط يعني يفقد سوائله، ما تجف، هذا ما عاد فيه السماكة اللي فيه، فبتنزل هاي الفقرة فوق هاي الفقرة. تمام، وبالتالي بيصير ما يدعى بالتمزق. تحدث معظم حالات القرص في الجزء السفلي من العمود القطني،
خاصة بين القطنية الرابعة والخامسة اللي هي تحت، أنه هي عم تتحمل الضغط الأعلى من وزن الجسم، تمام، فقرات القطنية. فمعظم المشاكل بتكون نواة مشوفة بين القطنية الرابعة والخامسة، بين القطنية الخامسة والعجوزية الأولى. طب بدي أسألكم سؤال عشان بس محمد موجود معنا، محمد باعتبارك بس أنت موجود معنا. نعم دكتور وياك. تسمعني ثواني دكتور؟ ثواني، تمام. نحن عم نقول انه معظم القنوات الليبية بتغطي القنوات بتصيب الفقرات القطنية. شو اكثر سبب مع تقدم العمر، شو اكثر سبب برأيك بيسبب هذا الشيء؟ دكتور ضعف العضلات المحيطة بالفقرات، ضعف العضلات محيطة بالفقرات، حلو. الوضع الخاطئ، أوزان الوضع زائدة، الخاطئ، رياضة. اوزان زائدة، اوزان زائدة او رياضة خاطئة هي من أكثر الأسباب اللي بتؤدي إنه في ضعف فقري، بتسبب لانهيار إنه القرص الفقري، هذا القرص. فننتبه كثير منيح، نحن هاي الإصابة هي إصابة، نحن 90% نحن سببها. لما بنخلي في وزن زايد، بنخلي في عضلات ضعيفة غير مرنة، فنحن سبب لهي الإصابة، تمام؟ ما الذي يسبب الإصابة مرض القرص القطني؟ ينجم مرض القرص القطني عن تغير بنية القرص في معظم الأحيان. يحدث مرض القرص القطني نتيجة الشيخوخة والانهيار الطبيعي الذي يحدث داخل القرص، وفي بعض الأحيان تؤدي الإصابة الشديدة أو الحركة الخاطئة إلى فتق قرص طبيعي. الحركة الخاطئة، الحركات الفجائية، نحن بنكون نايمين بنقوم بسرعة، بنقوم بهيك ردة فعل، تمام؟ لا، ننتبه كثير منيح لما بنكون نايمين، لما بننفيه مهما فقنا بوضع يعني طارئ، ما نقوم مباشرة وضعية الاستلقاء ووضعية الوقوف، لا، نقسم يعني نخلي قومتنا على مراحل. ما يرن المنبه نقوم دغري اي يعني احنا كثير بتصير انه الناس اللي عنده موعد فبيحطوا وقت قبل المنبه، قبل الموعد 5 دقائق، فبيضطر يقوم بسرعة. لا، خلي المنبه يحطه قبل 10 دقائق ولا تضطر تقوم بسرعة. مين هو المعرض لخطر الإصابة بمرض أو إصابة القرص القطني؟ على الرغم من أن العمر هو الخطر الأكثر شيوعا، إلا أن الخمول البدني يمكن أن يسبب ضعف في عضلات الظهر والبطن. لما عم نقول ضعف في عضلات الظهر والبطن، بيخطر على بالنا هو موضوع الكرش. كل شخص عنده كرش والتاني عنده ضعف في عضلات الظهر والبطن. حكما ما في شخص بنشوفه في كرش، كرش يعني ضعف في عضلات الظهر والبطن، مما قد لا يدعم العمود القطني بشكل صحيح. شو معنى هذا الحكي؟ يعني إذا أنا عندي بطن لقدام، تمام، العمود البطن لقدام، معناتها الكتلة العضلية شادة لقدام أكثر من ورا، معناتها عمودي الفقري من ورا ما في عضلات تحمي. بتوصل مرحلة في كثير حالات شفناها عضلات دايبة. كلمة عضلات دايبة فعلا هي دايبة، تيجي إنه كرش لقدام، العضلات اللي ورا شدت تتغير محور الجسم كلياته، ما عاد في ضغط نظامي على الفقرات القطنية، وبالتالي بتصير الإصابة. فأي شخص بنشوفه له كرش هو شخص إما معه إصابة بالمنطقة القطنية أو مهيأ لها.
حكمها ما في، مستحيل. تزداد الإصابات الظاهرة عند الأشخاص الذين لا يمارسون نشاط بدني، تمام، أو الوظائف التي تتطلب رفع الأثقال والتواء عمود الفقري بشكل كبير. أعطينا مثال يا محمد، معلش اليوم ما في غيرك بقى لذلك لا يعني فدك. أعطينا مثال عن أشخاص وظائف تتطلب حمل رفع أشياء ثقيلة. مثلا العمال دكتور. عمال بيشتروا بالأشغال الشاقة. اللي العفو، اللي يروح القاعة الحديد مثلا يشيل وزن زايد جسمه او العضلة مالته بعد ما مستعد، يعني ما مهيئ يشيل هاي الاحمال الزايدة. يا عيني عليك، حلو. نادي الحديد، رايحين نحن بنادي الحديد بنروح لحتى نبني عضلات، بنقوم نأذي عضلات نتيجة حركة خاطئة. ما نفسه هو التمرين اللي بفيدنا هو نفسه ممكن يأذينا إذا نحن ما عرفنا نستخدمه. في من يومين شفت حال، إحدى الحالات اللي إجتني، شخص عم يمزح مع رفيقه، تخيلين يعني هو عم يمزح، سوى لحاله إصابة بانزلاق القرص القطني، إجا من ورا رفيقه عم يمزح بده ينهض وهيك نهض لفوق، هي اللي كتير بيمزحوا فيها الشباب تحديدا مع بعض، فعضلاته ما أنا مهيئة لهي الحركة لأنه عضلاته ضعيفة، صار معه إصابة تحتاج لعمل جراحي، واليوم هو داخل على عملية جراحية. يعني أنا ما شفته طبعا، طلبنا صورة رنين، وصورة رنين تقريرا بين أنه بحاجة لعملية، واليوم هو هذا بعد شوي داخل على عملية جراحية نتيجة عضلاته ساوى حركة عضلاته ما نجحت فيها، ما أنا جاهزة لا من ناحية القوة ولا من ناحية المرونة إنه يساويها سواها. فكتير ننتبه على هاي القصة، الأشخاص اللي بيقعدوا أعداد طويلة ورا الكمبيوتر، ورا الكمبيوتر كتير مهم، الأشخاص اللي بيقعدوا ورا الكمبيوتر أوقات طويلة، تمام، ورا الكمبيوتر أعداد طويلة شو بصيبها يا محمد؟ القعدة الطويلة. دكتور يعني الجهد راح يصير العضلة، بالتالي انزلاق، يعني العضلة أعتقد يعني ما يتحمل أكثر من نص ساعة، يعني تماما. لازم كل نص ساعة إلى آخره. لأنه العضلة سكون أكثر من نص ساعة ما حركناها، صار فيها مثل بداية تيبس، قلة مرونة، فبالتالي العضلة بلشت من سميعك بالمصطلح العامي بلشت تنشف. لذلك كل نص ساعة ضروري نحرك عضلاتنا، ضروري جدا 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 إنه نحرك عضلاتنا كل نص ساعة أقل شيء، نمشي شوي بس هي التحريك المطلوب، إنه نمشي شوي، تمام. ما هي أعراض مرض الإصابة بالقرص القطني؟ تختلف الأعراض باعتماد على مكان الخطوبة، تمام. القرص يزيل العصب الذي يضغط عليه، هذه الأعراض أكثر شيوعا هي آلام ظهر متقطعة أو مستمرة، وقد يتفاقم هذا المرض مع الحركة أو السعال أو العطاس أو الوقوف لفترات طويلة. الشخص لما بيجينا صفة ظهري عم يوجعني، هذا الحالة اللي عم بحكي عليها من يومين اللي هي أحدث حالة شفتها. طبعا يعني حتى من وقت اللي عم بيصيح من الألم، بس قبل ما اشوف الصورة توقعت انه هو بده عملية، لما شفت الصورة بين لي انه هو بده عملية واحد. الألم كتير شديد، عم يصرخ صريخ، الألم صريخ جدا، ما عم يحسن يساوي أي حركة، فألم مستمر، تمام. حركة انه بيزيد على الحركة أو العطاس أو السعال، لأنه السعال أو السعال في ردات فعل، هلا سالي هي ردة فعل بتساويها العضلات لحتى يخرج الشيء، في شيء على الآن بيخرج، أو العطس مثلا كمان، يعني هي تحريك العضلة بردة فعل بنسميها، الوقت لفترات طويلة، التأب لهالمية وبرجع، لا يجوز ثبات العضلات والمفاصل،
الوضعية أكثر من نص ساعة، الوضعية واحدة، لا الوقوف أكثر من نص ساعة، لا جلوس أكثر من نص ساعة، لا مثلا القصاء أكثر من نص ساعة، تمام؟ ما نساوي أي وضعية أكثر من نص ساعة. وأثناء النوم لحتى نتجنب هذا الشيء، أثناء النوم كثير أيام ننام على نفس الوضعية طوال الليل، لحتى نتجنب هي لازم يكون في مخدة موضوعة ما بين الركب. هاي المخدة هي موضوعة حاطينها بين ركبنا، اللي طب أنا ما بعرف ما خرج نحطها بتقلب بالليل فيه، أو بدي نعود حالنا عليها، لأنه استمرارها أو وجودها بيخلي شيء فيه تقلص عضلي بسيط ايزومتري بنسميه طوال الليل، فبالتالي العضلات هي مرتاحة بس ما أنا موقفة على الحركة. لما بننام خدة بين رجلينا كثير مهم هي النقطة. الأعراض كمان تشمل الإرهابات الظاهرة، بيجينا الشخص عضلات ظهره هيك شادة متشنجة كثير متشنجة، تمام؟ كثير متشنجة عضلات الظهر. من الأعراض إنه بيصير في ألم يبدأ من الظهر والأرداف وبينزل على الساق، بينزل لتحت للأصابع، على طول القدم للأصابع، ألم منتشر هذا، ما بس ألم بالناحية القطنية، لا ألم بينتشر بعد ما رجع بتسميع النسا، اللي هو امتداد العصب من المنطقة القطنية بينزل خلف على الفخذ من الجهة الخلفية، بعدين على الركبة لتحت وصل أصابع القدم. هي أعراض إصابة بتدخل المنطقة القطنية. بنشوف نتيجة أن العصب بالأساس متأثر، ففي ضعف في عضلات الساقين، في تنميل بعضلات الساقين، تمام؟ أو الساق المصاب تنميل، لك عم حس هيك مثل دغدغة أو مثل سيخ كهرباء عم يمشي برجلي. بس سمعت هيك معناتها هي أعراض إصابة صدق، لأنه هو بيكون العصب مضغوط، انخفاض في ردود الفعل في الركبة أو الكاحل، الركبة أو الكاحل ردود الفعل، تعرفوها المنطقة الطبية اللي بتنفحص فيها ردات الفعل، شايفها شي محمد؟ أو مين معنا كمان؟ أنا شايفين شي؟ المنطقة اللي بيفحص فيها طبيب العصبية ردات الفعل، طبعا هي اختصاص طبيب عصبية، لكن نحن بيسوى أن نكون مطلعين عليها. بكل الأحوال إذا ما شفتوها بفرجيكم صورتها، يعني بحاول تلاقي لكم فيديو لها. كمان من الأعراض تغير في وظيفة المثانة والأمعاء، اضطراب في البول، أو يقول الشخص أنا عم في أو أنا خلال النهار عم بشوف نقط بول موجودة عم تخرج على الكيلو. نقط بول معناتها مثانة، أعصاب مثانة مانا مسيطر عليها بشكل كامل، فبالتالي لأنه هي مضغوطة، تمام؟ كتير مهم إنه نحن أي شخص نقول له، لما بيقول الشخص إنه في هدول الأعراض مباشرة مباشرة، نحن كأخصائيين علاج نقول له لازم تساوي صورة، لازم تساوي صورة. واللي نحن لازم نقول له إنه يساوي صورة، ايه نحن لازم نقول له يساوي صورة. ليش نحن لازم نقول له انه يساوي صورة؟ يعني شخص اجانا معه احد هاي الاعراض اللي هي الم منتشر، الم مستمر او متقطع، تشنج بالعضلات، الم منتشر على طول الساق، مشكلة اضطراب في البول او بالامعاء، تنميل بالقدم، ليش مهم انه نحن نروح نساوي صورة رنين مغناطيسي؟ هاتوا لنشوف مين بيجاوب، واللي بيجاوب حنعطيه 5 علامات قبول. ليش مهم؟ نحن أي شخص بنشوف بأنه عنده هاي الأعراض نطلب صورة رنين مغناطيسي. نحن إيه فينا نطلب العفو الصورة دكتور، الرنين؟ ما تفضل حمد. العفو دكتور، الرنين المغناطيسي دكتور يطلع به تقرير واوضح من الشعاع، يعني يطلع به اذا انزلاق فقرات او انزلاق ديسك. هاي الاعراض اللي انت حكيت عنها، يعني مثلا سقوط القدم،
التبول اللا إرادي. هذني أعراض تقريبا يحتاج لتدخل جراحي، يعني واصل مرحلة شوية خطرة. فالرنين يعني أوضح شيء، أضبط شيء. الرنين في عنده ميزة، يعني تقريبا هذا أنت في آخر العلامات حضور ما شاء الله عنك. الرنين في عنده ميزة، الرنين بيوضح لنا فعلا مثل يعني الفقرات مثل ما هي، مثل يعني الصورة اللي موجودة بسلايد 114. إذا بدكم الرنين بيطالع نفسه. إذا بنرجع على سلايد 114 هفرجيكم سلايد موجود عندكم كمان، يعني هذا السلايد موجود عندكم. شوفوا هون بين هدول الفقرات المسافة طبيعية، بس هذا طالع على برا. المفروض القرص يكون على تماس مع الفقرة، مع جسم فقرة. هون طالع لبرا، حتى هون طالع شوي لبرا، هون طالع شوي لبرا، هون طالع من أكثر لبرا. يعني هذا بنسميه الديسك القطني. هون في مسافة مو طبيعية، شوفوا اللي فوق وشوفوا اللي تحت، المسافة بين الفقرات. هذا القرص متآكل، فبالتالي هون في حالة ما يدعى تآكل فقرات، فقرات بلشت تتآكل. الرنين بيطالع لي هيك أبدا، صح هو صورة سوداء بس بيطالع لي ياهن مثل ما هن. الرنين هو أضبط شيء لحتى أعرف أنا هذا حالة الانضلاع، هاي الإصابة هل تعالج فيزيائيا أم يحول على طبيب جراح؟ برأيكم أنا فيزيائيا شو بنسوي له؟ دكتور، أول شيء يعني العلاج البروتوكول مال الراحة، وبعدين تمارين سحب للفقرات يعني تراكشن، أما تمارين تنطيط للفقرات يعني سحب. تمام، خلينا ناخذ الفقرة كاملة وبعدها نرجع. نحن هلا مكملين، نحن صرنا بسلايد 120. تمام، بسلايد 120 كثير مهم. شوفوا عم يعطيني العصب بالمنطقة القطنية، بيخرج من المنطقة القطنية وين بينتشر؟ مثل ما كنا عم نحكي من شوي، من الناحية الخلفية للفخذ، غبلة الساق، بينزل على القدم أو الأصابع. هون هاي عاطيني كل جذر عصبي وين بيطلع؟ شو المنطقة اللي بيعصبها بالصورة؟ تمام، هذا مهم كاطلاع. سلايد هاد انتو خلصوه لإلكم، لأنه هذا أثناء شغلكم بالعلاج الفيزيائي. هاي الرسمة تحديدا حتى هو كتير مهمة مع الأيام، اللي حابب منكم يشتغل بالعلاج الفيزيائي هاي الرسمة كتير حيلاقيها مهمة. تمام، هلأ بس بهاي السلايدات شارحين أكثر عن الفتق، كيف يتم تشخيص فتق القرص القطني بالإضافة إلى التاريخ الطبي والفحص البدني. شو بدي أشوف أنا بالفحص البدني؟ شو بدي أفحص بهي الإصابة برأيكم؟ هل فيك تكتب كتابة؟ في حدا مكتب؟ ما فيك تكتب كتابة إذا ما حسنا حكينا صوت. شو بدي أفحص أنا؟ أقول لكم شخص أنا شاكك إنه معه إصابة فتق قطني، فحصوا لنا إياه، شو بدي أفحص؟ دكتور، جس للمنطقة العمود الفقري أو الاحمرار؟ إحميرة؟ لا هو ما له علاقة، إحميرة ما بيصير إحميرة، صدق. أي صح والله، سنت لك لا في يعني الجس. الجس، أوكي، شو بدي أفحص بالجس؟ مواضع الألم انتشار الألم. بس قبله بدي أفحص هل عضلات المنطقة متشنجة أم لا.
الجسم هو الوحيد اللي بيحدد لي او اكثر فحص دقيق لتشنج العضلات، هل العضلات متشنجة ام لا. تمام، الجسم هو الوحيد اللي بيخليني اني اعرف انا هل العضلات هي قوية ام ضعيفة، قوة العضلة هل هي قوية شاذة سميها بالعامية او هي مرتخية. تمام، فكتير مهم الفحص السريري مع بقية الفحوصات حنذكرها هلا. إذا بدنا نشوف التاريخ المرضي، بدنا نفحصه سريريا، بدنا نشوف صور الأشعة السينية أو الرنين المغناطيسي. أنا مباشرة بالنسبة للآلام القطنية، أي حدا بيجي بدعم مشكلة من آلام قطنية فضل إنه أطلب له صورة رنين مغناطيسي بشكل مباشر ويجينا تقرير مفصل. مثل ما قلنا قراءة الصورة شو ما كانت نوعها، نحن مو اختصاص إما طبيب الأشعة أو طبيب العظمية أو العصبية. صورة الرنين المغناطيسي بحالة الصدق القطني بتعطيني، يعني هي أكثر شيء بتعطيني وضوح، شو حجم الإصابة، شو شلون يعني الإصابة قديش صايرة بهذا المكان. تمام، بعض الحالات ممكن ينطلب تخطيط أعصاب لنشوف هاي الإصابة، إصابة قطنية قديش مأثرة على الأعصاب، فبينطلب تخطيط أعصاب للطرفين السفليين، ينعطى بكل نقطة تقييم مفصل الطبيب العصبية طبعا بيساوي بواسطة جهاز تخطيط الأعصاب جوا جهاز خاص موصول للكمبيوتر، بيعطيني بكل نقطة قديش قوة الإشارة العصبية، قديش قوة العصب بهي النقطة. طبعا قوة العصب قديش انه من حتى حكيناها قديش تقدر من قديش اذا تتذكروا، قوة العضلة من 5 وقوة العصب من 10. من 10. برافو، برافو عليك. النقاط الرئيسية حول الإصابة، حول هذه الإصابة، إصابة الصدق القطني، شو النقاط الرئيسية؟ قد يحدث صدق القرص القطني عندما ينتفخ القرص الموجود في المنطقة أسفل الظهر ويسبب آلام الظهر وآلام هي منتشرة. الخطوة الأولى بالعلاج، هذا اللي بنمر عليه، هو تقليل حدوث مضاعفات. شو معنى تقليل حدوث مضاعفات؟ أنا إذا قلت لك أنت أول شيء بدك تفكر فيه العلاج إنك تمنع حدوث مضاعفات. يعني دكتور، تقدم المرض يعني زيادة الانزلاق. زيادة انصداع، إنه إذا أنت عندك تم تشخيص، تأكيد تشخيص وجود في عندك فتق واحد، بدك تنتبه بالعلاج ما يصير فتقين. تمام، وإذا هذا الفتق يحتاج لعمل جراحي، وهلا حنحكي إمتى بنقول هذا الفتق يحتاج لعمل جراحي. تمام، ولو هي ما مذكورة بالسلايدات بس أنا حأحكيها. 3 نقاط رئيسية، إذا كان موجود عند الشخص عند المصاب بنقول هذا يحتاج لعمل جراحي ولا يكفيه العلاج الفيزيائي. إذا ألم مستمر لمدة 3 أشهر وما استفاد ولا صار انخفاض بهذا الألم، لا على العلاج الفيزيائي ولا على الأدوية. هاي نقطة واحد، بنقول هو بحاجة لعمل جراحي. إذا في عندنا هبوط بالقدم، هو عم يطلع الدرج رجله هابطة عم تعلق بالدرجة، هو بنقول بده عمل جراحي مشان نحرر له الجسر العصبي ولا يمكن تحسنه بالعلاج الفيزيائي. إذا في سلس بول، ما حكينا من شوي في سلس بالبول، كمان هون العصب مضغوط وبالتالي لا يمكن أن يستفيد على العلاج الفيزيائي، بده نحوله للجراحة. مو معناته نحوله للجراحة إنه نحن إذا عنده هدول الحالات موجود أحدى أو ثلاثة، إذا نحن حولناه على الجراحة مو معناته إنه نحن أخصائيين علاج ما بنعرف نشتغل، لذلك حولناه على الجراحة. العكس تماما، انك تحوله على الجراحة لانه فعلا هو بحاجة لجراحة
أفضل من إنك تشتغل معه وأنت بتعرف إنه عنده إحدى هاي الحالات وإنه صعب بالتالي يصيب العلاج، لكن أنت بدك تشتغل. والله أنا لأنه ما عندي مرضى، يلا ما باقي جلسة يتحسن جلسة جاي يتحسن، بس أنت عارفان إنه ما ممكن يتحسن بالعلاج لأنه عنده حالة بده جراحة. أخسره كزبون، ولو إني ما بحب هاي التسمية، أخسره كزبون، خليه يروح الجراحة، بس حيوجع لعندك بيوم ما يكفي جلسات علاج عندك بعد الجراحة. وأصل إنه هي إذا فعلا حالة موجودة إحدى حالات هذول الثلاثة أو الثنتين منها أو الثلاثة، أصل إنه هو فعلا لازم يساوي جراحة. إنه العلاج الفيزيائي اللي أنت مختص ومبدع فيه إله أنا ما بكفي. روح ساوي جراحة، طبعا بعد العملية الجراحية بده يرجع لعنا بالنهاية على التأكيد، بس ما نوقعه إنه نحن إنه نحن العلاج الفيزيائي حنصلح لك المشكلة، ونحن عارفين إنه هو بده جراحة، إنه إذا بنساوي له باليوم 5 جلسات علاج مو جلسة واحدة بالنهار باليوم ما حيستفيد شيء. تمام؟ لحد هون في أي سؤال؟ في شيء ما واضح؟ في أي سؤال اسألوا يا جماعة. تماما هنا لازم بعد العلاج بعد الجراحة يرجع على العلاج الفيزيائي لأن العضلات تكون ضعيفة بالأساس، هو عضلاته ضعيفة لذلك صارت هي الإصابة، لكن إصابة من النوع اللي هي ما بكفي العلاج الفيزيائي بدها جراحة. بعد الجراحة العضلات تضعف بزيادة، أي عضلة تتعرض لشق جراحي لأنه بالشق بتفقد كمية دم، فبالتالي العضلة إذا قوة العضلة خلينا نقول 3 من 5 قبل الجراحة، بعد الجراحة بتصير 1 من 5، فبالتالي بده علاج فيزيائي لحتى يرجع له قوة العضلة 4 من 5 أو 5 من 5 حتى بيرجع العلاج الفيزيائي. كثير ناس بتخاف من موضوع جراحة الديسك، لا إذا كان جراح شاطر، إذا كان التأهيل اللي بعده صح، ما هو يتوقف نجاح العملية على التأهيل اللي بعده. إذا سوى عملية كويسة وراح تأهيل دغري حط له أوزان وما أوزان وهذا مباشرة، ولا رأى إنه في جرح ممكن يلتهب ولا في عضلة ساقطة ضعيفة بدها قبل الأوزان تمارين تدريجية. هي كلياتها تأهيل صح مع عمل جراحي صح. على فكرة مرض الفك النواة واللي هو نفسه الديسك هو مرض قابل للشفاء 100%، مو انه ما في شخص انه هذا المرض ما بيصيب الشخص، لا بيصيب 100%، متخيلين نسبة نجاحها 100%. تمام، انه يرجع الانسان طبيعي ويرجع يمارس حياته تماما. وهي اللي بتصير معنا حنين، انه ممكن حنان انه ممكن يرفض المريض الجراحة ويطلب جلسات علاج. صدقوني إذا أنتم شايفين إنه موجودة أحد هاي الأعراض الثلاثة لا تتنازلوا أبدا، واعتذروا إنه يساووا له جلسات علاج، خليه يروح يساوي عند غيره. إذا أنتم شايفين إنه في هاي الأعراض الثلاثة، طبعا صوت رنين مغناطيسي والتقرير رنين بيساعدكم إنه هذا الشيء، إنه كلامكم يأكد لكم صحة كلامكم انه بده عمليه جراحيه، فتأنسوا بصوره الرنين والتقرير تبعيتها. اذا موجوده فعلا بده عمل جراحي ولو اعتذرتوا عن المريض، انا اوكي انا ما بسوي لك علاج فيزيائي، انا هي اخر حاله صارت من يومين، انا اعتذرت انه لا يمكن يتحسن على العلاج الفيزيائي وبده عمل جراحي خاص. اليوم بيتواصل معي اخوه اللي احنا شفنا جراح وفعلا اكد كلامك انه هو بده جراح. المريض ما اذا انتم فعلا شايفين هو بيحتاج لجراحه، اما اذا حاله هي ما موجود احد هاي الاعراض الثلاثه، ما موجود ولا واحد منها، فايه على العلاج الفيزيائي ولو صار جلسات كثير بيتحسن. بس اذا موجوده هي احد الاعراض الثلاثه، برجع بقول الم حاد لا يتحسن، لا على سوى 10 جلسات الم ضل
قوته 9 من 10 ما خف. في هبوط قدم، في سلس بول، هدول 3 أعراض. قولوا بكل صراحة إنه نحن أنا كأخصائي علاج، أنا كأخصائية علاج، ما في إيدك تساوي عملية ويرجع لعندك. شكرا لك حنان، أسئلة كثير يعني حلوة. كيف يتم علاج صدق القرص القطري؟ عادة ما يكون علاج المحافظ هو الخط الأول. العلاج المحافظ، الراحة على السرير، الوضعيات اللي بتخفف الألم. طبعا الراحة على السرير في شغل، إنه بلشت كثير مراجع تحكي إنه الراحة على السرير أو الاستلقاء مثلا على لوح خشبي كان كثير تجينا، إنه قال له الطبيب راح على لوح خشبي لمدة 2 أو 3 شهور. هي بلشت كثير مراجع تلغيها، إنه ما عاد في شيء اسمه راحة كاملة لمريض الديسك، لا، إنه في أحزمة حتى الإنسان هو عم يمشي بحطه، وبتسبب بتأدي الغرض إنه هو راح مشان المنطقة القطنية العضلات تكون ما عم تتحرك. في صار أحزمة حديثة بيلبس الشخص هو عم يتحرك ومثبت لي هاي المنطقة. العلاج الفيزيائي يشمل بالفترة الأولى بيكون في التهابات، لأن هذا العصب المضغوط والجسر العصبي مضغوط، هو بيكون بالتالي ملتهب. فبيسوى انه نستخدم امواج فوق الصوت، التمادي الحراريه بالبدايه، حراره، التنبيه الكهربائي، نستخدم تيار تنس مشان نسكن الالم، ونستخدم تيار ديناميكي مشان نقوي العضلات، والتمارين التدريجيه. هون كمان قد يخطركم سؤال، او اذا ما خطركم انا حاكم يعني تدليك، هل فينا نستخدم التدليك او لا؟ هون في لعبة كثير مهمة فينا نلعبها نحن الأخصائيين بحاجة. التدليك مثل ما أنا أحد أعراض الخبير كنا عم نحكي هو عضلات متشنجة، العضلات المتشنجة بفيد التدليك. متفقين عليها حكينا قبل مرة؟ بس بنفس الوقت أنا في عندي عصب متأثر، فبالتالي أنا بدي دلك لأرخي عضلة، وأنا بصراحة بفضل شيء اسمه التدليك النقري. هناخدها وقت نحكي عن انواع التدليك، تدليك نقط نقل. هذا بيساعدنا العضله انه ترتخي، بس بنفس الوقت ما بيأذي للعصب، لانه التدليك مثلا هذا العجن، انا عم بعجن العضله، احد انواع التدليك هو العجن، هيك بعجن العضله، يعني بعض مثال على عضله يعني واقعه كمية. لكن هذا بيأذي للعصب، هو بالاساس نتيجه اصابه الفطر منصار العصب، تمام؟ فبالتالي التدليك النقري هو أحسن شيء بيرخي العضلة المتشنجة. ليش؟ إنها تكون فاصل السرير، قد تكون عضلة هي بس ضعيفة ما أنا متشنجة على فكرة، فأنا ما بضطر أستخدم كل التدليك. هذا بيأبدو الفحص السرير، صوت الرنين ما بتقولي شو حالة العضلة، صوت الرنين بتقولي شو حالة الجذر العصبي بين الفقرات، بس ما بتقولي شو حالة العضلة. حالة العضلة بتبينها بفحص السرير اللي بيجري. وهذا انت شغلتك اخصائي العلاج على فكره، انت شغلتك ما كنت متمرس اكثر انه تفحص العضلات، فبتعرف عضلات متشنجه من عضلات ضعيفه، من العضلات انه في نفس المنطقه في عضله متشنجه وعضله ضعيفه، عضله متشنجه وعضله ما متشنجه، هي بس ضعيفه مرخيه. فكتير مهم ندقق بهذا الفحص السريري، وكل ما فحصنا أشخاص أكثر كل ما صار عندنا خبرة. كثير مهم من أجل العلاج هو موضوع ضبط الوزن، ضبط الوزن، ضبط الوزن. من شوي كنا عم نحكي إنه أي شخص عنده وزن زايد، منطقة الكرش، منطقة البطن اللي هو بنسميه الكرش، سواء كان ذكر أم أنثى، هو شخص إما معه فتق أو معرض بكل بساطة. لذلك مخطوات أساسية بالعلاج هو ضبط الوزن. ضبط الوزن، تمام، ضبط الوزن، وزن المعتدل مناسب لطول الجسم. والقاعدة اللي لهلأ يعتمد عليها هي طول نقصه منه 100، منضيف عليه أو منقص منه زائد ناقص 5%، هذا بيكون الوزن المثالي، مع توزع صح للعضلات،
مو شخص اوكي، طوله 170، وزنه 72، بالارقام وزنه مثالي، لكن عنده بطن، عنده كرش، هذا ما عنده توزن صحيح، عنده وزن مثالي بس بيساوي له توزيع صحيح. تمام. ممكن من خطوات علاج استخدام دعامة القطنية، مثل ما أنا مشد القطني ممكن نستخدمه أثناء الحركة. ممكن استخدام الدواء اللي يدوس القطنية العظمية أو العصبية، أدوية هي بتساعد على استرخاء العضلات من الخياط العضلية المسكنة للألم، هاي بالفترة الأولى خصوصية الإصابة، ممكن تكون ضمن البرنامج العلاجي. إذا فشلت هذه التدابير قد يحتاج لجراحة لإزالة القرص المتعرض للفتق، تتم الجراحة تحت التخدير العام، تقوم فيها الجراح بإجراء شق أسفل الظهر في منطقة الفتق، وتتم إزالة بعض العظام من الجزء السفلي للعمود الفقري، والوصول إلى القرص يقوم باستخراج الجزء المتعرض للفتق. تمام. نرجع، إذا نرجع للسلايد اللي هو بالسلايد 114، الجراحة يفتح الظهر الجراح، نوصل لهون، شايفين هاي النقطة الحمراء، هاي زيادة بشيلها، اللي طب ما بتأثر هون؟ لا ما بتأثر، هي اوريدي برا، هي طالعة برا، ما عادت تلعب دور، انه هي دورها فصل بين الفقرتين مشان الفقرتين ما تصير احتكاك، بشيلها، بشيلها هي، انه هي وجودها هو اللي عم بيسبب الألم، هي عامل ضغط، فبالتالي الجراح شو بيساوي؟ هو بيشيلها. تمام. في بعض تقنيات جراحية بس مو كثير تستخدم، انه بيساوي تبعيد، ببعد الفقرة هاي والفقرة هاي، فبالتالي بترجع هاي مكانها، ما كثير عم يستخدموه ولا عم يجاوا لانه تنشال هي مباشرة. واضح لهون؟ واضح لهون اصدقائي؟ واضح دكتور، واضح. بعد الجراحة ما فينا الشخص يرجع لنشاطه الطبيعي لعمله إذا ما ساوى تقويت عضلات. إذا ما ساوى تقويت عضلات وحاول إنه يرجع لنشاطه أو بده يرجع لنشاطه، فهو بالتالي عم بيكون ما كأنه، يعني بنسميها كده بالعامية، كأنه زيد ما غزيت، يعني كأنه ما استفاد شيء من الجراحة. وهون بنقول والله فلان ساوى عملية ديسك، اسمعوها هي حياتنا العامية، فلان ساوى عملية ديسك وما نجحت. ما هو نسأله ساوى توقيت عضلات بعد العملية؟ يقول لك لا ما في داعي، أو ما حدا قال له، أو الدكتور الجراح ما قال له. حكما بدها تفشل العملية بنقول ما نجحت إذا ما تعرض لأنه للتقوية مبرمجة، خطة تقويت العضلات، خطة العلاج الفيزيائي بعملية الديسك مثل اي عمليات، بعد عمليه بدها تكون كثير مبرمجه وننفعها بالتدريج. ما نجي نحن كاخصائي العلاج نحمله اوزان من اول 10 جلسات، اول 10 جلسات تكون بس استخدام حراره وتنبيه وتمارين بسيطه، حراره وتنبيه وتمارين بسيطه. ثاني 10 جلسات نبلش تمارين مواعيد الاستلقاء. بالجلسه 15 بندخل تمارين مواعيد الجلوس. بعدين بعد الجلسة 20 أو بعد الجلسة 23 بنبلش وضعية الوقوف. بعد الجلسة 25 ل 30 من وضعية المشي تمارين، اللي ممكن ياكل 30 جلسة طبيعي، ياكل الشخص المسابق عملية في الطب نوال بيه، هي مسمية كمان أحد تسمياتها في الطب القطني، طبيعي إنه يتعرض ل 30 جلسة علاج فيزيائي. طبعا غالبا تواتر يوم ايه يوم لا، خصوصي بالاول مرحله، بعدين ممكن يومين لا يوم ايه، يعني مرتين بالاسبوع، بس طبيعي انه يساوي 30 عادي، 30 شهر في العلاج، 35 شهر في العلاج. ما تاكل هم ولا تفكر حالك، انت اذا عم تشتغل صح بخطه متدرجه بالزياد فالامور طبيعيه. ما هي المضاعفات المحتمله؟ يمكن ان يسبب مرض القرص القطني الام في الساق والظهر مع الأنشطة اليومية، ويمكن أن يؤدي ضعف وتنميم، مثل ما حكينا أنه أثناء العمل نتيجة أنا هي الإصابة، حتى أثناء الراحة رجلي عم تنمر،
وجع مع رجلي، مو وجع حتى الإصابة، لا بس وجع بالقدم ممكن يسبب عدم تحكم بالبول، فبالتالي سلس بول. ما الذي يمكنه فعله للوقاية من هذه الإصابة؟ أول شيء بالوقاية حاطين الحفاظ على وزن صحي، ما في تلكون في كاش في فتق، قاعدة أساسية هيك هيك مثل الشمس. والمشاركة بالتمارين الرياضية عشان نعطي مرونة للعضلات بشكل دائم، واتخاذ وضعية جيدة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة. وضعيات الجيدة اللي هي أثناء القعدة، أثناء الوقفة، الحذاء، تذكروا حكينا مرة عن الحذاء وفاجئتكم الحذاء أو الحجرة الهوائية، حكينا إنه هو شلون مشان امتصاص الصدمات، عشان ما يصير مع الفتق نواة بدي ألبس هذا الحذاء أو الحجرة الهوائية. في بعض الدراسات تقول أن التضخيم بيزيد من خطر فتق الإصابة بالقرص الفقري. بالنسبة لشلون المريض اللي معه هاي الإصابة بده يبلش يتعايش معها، أول شيء بده يكون صبور بالعلاج، ما جلسة جلستين هي ومفهمه هذا الشيء من البداية، إنه مو جلسة جلستين بتخفف لك الوجع، نحن مقدرين وجعه بس مو جلسة جلستين بتخفف الوجع. هاي إذا عم نحكي مانو من الأعراض اللي بدها عملية جراحية، يعني حتى شفنا إنه هو ما في أعراض بدها عملية جراحية بلشنا نعالجه، مو بجلسة بجلستين تقوى العضلات، عضلات قد تحتاج لـ20 لـ30 جلسة لحتى تقوى. تمام؟ إذا بدها صبر، لكن الالتزام بالخطة الصحيحة، إذا هو ما ساعدنا والتزم نحن ما بنستفيد شيء بجلستنا، نحن بالنهاية بجلسة ما عم نساوي السحر، نحن عم نساعده لتخفف ألمه. تمام؟ فكتير مهم إنه من البداية نقول له إذا ما صبرت صعب تستفاد. تمام؟ طب شو بدك أنت هيك تقدم له نصيحة؟ شخص إجا معه ديسك قطني، معه فتق نواة قطنية، شو ممكن نقدم له نصيحة؟ هاتوا نشوف. دكتور، أول شيء لازم ياخذ الرنين المغناطيسي. ساوى صوت رنين وتبينت الإصابة. حلو، شو بنقدم له نصائح؟ عند أعراض هاي الثلاثة اللي ذكرت، يعني ألم مستمر ثلاث أسابيع. ما في هي الأعراض، فبالتالي ما بده عملية جراحية. بالتالي هو أها. يعني جاه بدنا نبلش له علاج فيزيائي ما له من أعراض بده عملية. تمام. تنبيه أول شيء الراحة هو لازم ياخذ. تنبيه كهربائي، بدأ. ألترا ساوند، لا لا تمارين هون علاجية. ما صديقي حلو كلامك، بس هون انا ما عم بسألك الخطة العلاجية، انا شو بدي اوجه له نصائح يساويها، وهي نصائح بده يساويها خارج الجلسة، هو مثلا شو عنده بده وزن يساوي؟ زايد، الأوضاع الجلوس يكون صحيحة، يعني ما يستمر يبقى جالس أكثر من نص ساعة. حلو شرب الماء أهم. حلو، شو مرونة العضلات، شو الماء، وزن زايد، فبالتالي ما لازم يتعشى متأخر، ما لازم يتعشى وينام مشان ضبط الوزن واستهلاك هذا الوزن الزايد، لازم يساوي التمارين اللي بعطيها هون. إذا هو عنده سواقة كثير، أشخاص بيشتغلوا سائقين، بتقلي حتى بهي بتدخل إيه؟ بنقول له ما تقعد على مقعد السيارة مباشرة، بده يحط يستخدم القرص الهوائي، شايفين القرص الهوائي؟ هو قرص علاجي، شايفينه شيء؟ هلا ببعث لكم صوت على الجروب بعد المحاضرة، قرص الهوائي هذا حتى بالبيت، حتى الأشخاص ولو ما عندهم قعدة طويلة، بفضل أنا بقعد بالبيت مثلا بستخدم اللابتوب أو بستخدم الموبايل كل يوم ساعتين، ما أقعد على الكرسي مباشرة، أقعد موجود على القرص الهوائي، إذا ما موجود أو ما متوفر عندي أو صعب إني أجيبه، أقل شيء أقعد على مخدة، أقعد على مخدة ضغطة متوسط، ما بعرف إذا مخدة إذا هي لهجة ما أنا مفهومة أقولولي. لا مفهوم دكتور، مفهوم. إيه مخدة، شو الهدف منها؟ الهدف هو تقليل الضغط على المنطقة القطنية. تمام؟
إذا الجلوس على قرص هوائي أو مخدة بقلل الضغط على المنطقة القطنية. الشغلة الثانية، أثناء النوم بدنا نعوده، نطلب منه إنه أنت لازم ولازم ولازم تحط مخدة بين الركبة منه، مشان هو تمرين بدون تمرين بنسميه، أو تمرين بدون حركة. نحن ما لنا عم نتحرك، لكن في تقلصات إيزومترية. وبنفس الوقت جربوها أنتوا على فكرة اليوم، أن حطوا مخدة بين ركبكم، تلاقوا أن عضلات الظهر خصوصي المنطقة القطنية مرخية بحالة ارتخاء، وهو النوم رب العالمين خلقنا إياه مشان نرتاح فيه، مو مشان نضل عضلاتنا شادة، صح؟ كمان من النصائح اللي بوجه له إياها الحذاء، الحذاء، الحذاء. سيداتنا الأكارم، أي حذاء فيه كعب حيسبب إصابة بالثقب النوالبية، وأنا عم أقول الحذاء مثله مثل الفرش، مثله مثل البطل، هذا بيسبب وهذا حيسبب، لأنه الكعب بيغير لي محور الجسم تماما، وأنا مع مسؤولية. فيمنع ارتداء الكعب إلا خلال أثناء الحفلة، في عندكم حفلة أوكي، ما عم تكونوا روحوا ببوطوا رياضة بحفلة، يروحوا بحذاء أو البسوا هنيك الحذاء. هي الحفلة ماكسيموم حنضل 2 3 ساعات، بعدها نطلع من الحفلة. وكتير جد من السيدات صاروا هيك يساووا، يعني بعد ما حكيناه مع صار الكعب، صاروا يشلحوا الحذاء يحطوه بالشنطة يطالعوا حذاء مريح بحجرة هوائية. كتير مهم نعطيه معلومة مهمة، إنه أي حركة فيها ردة فعل، فيها هيك نتر بنسميه، هاي الحركة حتزيد لك الإصابة، وحتساوي عندك بدل فتق 2 و3 و4، فيمنع الحركة. تمام لحد هون؟ في أي سؤال؟ أنا كنت ناوي في الفقرة الصغيرة نعطيها، اللي هي بالنسبة للأدوية. نحن برجع بقول حنان، نحن مو اختصاص تنظيف أدوية، نقترح نبعث عن طبيب العصبية أو العظمية، ونقترح إذا في عضلات متشنجة وصف مرخي عضلي، وبرجع بقول مو نحن اللي بنوصفه، لأنه نحن ما بيأهلنا اختصاصنا أنه نوصف أدوية، ومع وصف مقوي فيتامين بي اللي هو مقوي للأعصاب. تمام، فيتامين بي 1 بيستوي 12. وإذا في ألم شديد بالفترة الأولى للعلاج كمان نقترح، لا نحن ما بحقنا نكتب له دواء، ولا بأي شكل بحقنا نكتب دواء، حتى حبة فيتامول نحن ما بحقنا نكتبها، ولو هو طلبه. قال له الدواء مو اختصاص لأنه نكتبه، أي دواء اختصاص طبيب العظمية، طبيب العصبية فقط بحالة هي إصابات عصبية. نحن ما من حقنا، وأي دواء بنكتبه ولو حبة سيتامول بنكون عم نضر الشخص. لا تحطوا حالكم بهي المسؤولية، لأنه جد يعني بدالكم إياها، بجوز أنتم تتضايقوا من الأولى لهي الدرجة. إيه لهي الدرجة؟ أنا على فكرة حبة سيتامول هلأ لا يقال في الحالة، فلا ينصح ندخل عشان بالشيء. الأدوية هي مو اختصاصنا، اختصاصنا بحث كامل. نحن لا، نحن نقول له روح على طبيب العصبية، ونحن بنحاكي طبيب العصبية إنه أنا بعتبر لك شخص، بعتبر لك مريض معه هيك هيك، من وجهة نظري إنه لازم ياخذ مرخي عضلي، شوف شو رأيك وخبرني، هيك نقول له طبيب العصبية. طبعا هو إذا في تشنج عضلات 90% أو 99% حيشوف انه رايك صح، حيكتب له مرخي عضلي وحيقول لك انا اعطيته، او حيرجع المريض عندك يقول لك ليش اعطاني. بس لا تنصحه، نحن لا ننصحه، عشان ما يقول اخصائي العلاج هو اللي نصحني اخذ هذا الدواء. طب اخصائي العلاج مو شرط انه ينصح حتى باي دواء. انا بقترح على طبيب العصبيه، بقترح على طبيب العظميه انه بيني وبينه ببعث له انه انا شايف معه ضعف في الاعصاب، بقترح انه يوصف له فيتامين مقويات الاعصاب.
تمام، حلوة هاي الأسئلة كمان. أنا هون حأكتفي اليوم، لأنه نحن يعني في فقرة تانية اللي هي التهاب السحايا، فأفضل أعطيها بالدرس الجاية، لأن هدول الفقرتين اللي أعطيناهم هنا ملتزمات مع بعض البعض.